اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من باحثات على مريم تيفي اليوم بيسعدني بس... رحب بدكتوره نالي معوض <applause> يلي هي وحده من النساء القليلات بمجال كثير نادر يلي هو علم الفضاء او الفلك الاسترونومي دكتور معوض هي استاذه بالجامعه اللبنانيه الامريكيه الاليو بدائره العلوم الطبيعيه ناتشرال ساينسز باسم الفيزياء اهلا وسهلا فيكي شكرا طبعا اول سؤال بيفرض حاله اللي هو تعرفينا شوي على مجالك يعني علم الفضاء أه علم الفلك يلي هو يمكن ينفهم غلط مرات صح من البعض بنصير <applause> بالابراج وبالتكهنات والتوقعات فشو هو المجال تبعك وكيف وصلت وصلتي له؟ اوكي اول شيء تقول فرق بين استرولوجي واسترونومي اللي بالعربي هو بضلوا علم الفلك الاسم واحد للاسف يعني لازم نميز مزبوط أكيد. أه، الأسر... الاسترولوجي هو الاسترونومي قديما من الاف السنين وقتها ما كنا عن جد فهمانين شو عم بيصير بالكون كنا نخ... نتخيل انه كل شيء له علاقه بالالهه الالهه هن بالكون مم. هن عم بيعملوا كل شيء هي كانت هي كانت الساينس بوقتها كان العلم هو يلي هلا نحن بنعتبره إله اجت الاسترولوجي منه اجت من الميثولوجي الميثولوجي اللي هي الميثولوجيا المي آه <متلوجيا العربة> الميثولوجيا اليونانية وغيرها ايه جميع الميثولوجيا كلهم كان في عندهم هيدا الاسترولوجي <متلوجي> آه بوقتها وحاليا الاسترولوجي بطبيعة الحال منا ساينس آه يعني حال حدا بيتبع استرولوجي ما عم يعمل اني ساينس لو حتى هن بيقولوا لك يعني اللي بيقروا الابراج بيقولوا <applause> لنا شو <شوفيه> مبنية على <صحة> صح بس معلومات دقيقة اكيد لا اكيد لا بقى الاسترونومي او الاستروفيزكس هن اسمين لشغلتين تقريبا نفس الشيء هو علم كل شيء بهالكون نعم. آه من الاشياء القريبه للاشياء البعيده وفي كثير سب كاتيجوريز في تصنيفات بيجوا ثانويه 100% بالمية في اللي بيشتغل على الكواكب اللي بيشتغل على النجوم يعني الجالكسيز آه المجرات م -م. او اشياء غير مرئية <applause> يعني أبعد من هيك بكتير هلا هو المجال كمجال أكيد فريد من نوعه ونادر وكسيدة بهالمجال كمان نادر أكتر فكيف وصلتي لهالمجال يعني كنت أنت وصغيرة تحلمي بال لا صراحة النجوم. في كتير وبالكواكل. هيك بيقولوا بس أنا لا <applause> منك منهم لا بس أوكي. أنا إمتى بلش الحلم بس عرفت حالي أنا ماني رح هندسة رح فيزيكس فيزياء بالجامعة اللبنانية قررت أنه أنا بدي أفهم الفلسفة تبع الكون الفلسفة اللي هي مشوفها بالفيزياء بس مش بال بالهندسة أو نعم أنا عم بعمل فيزياء وهالأيام كنا كتير بالصيفية نقعد بالليل ونسهر بالليل نطلع على السماء بلشنا ننتبه أنه النجوم عندهم ألوان يعني أنا ما حدا خبرني إياها بس أنا هلأ بعلمهم <applause> هيك قصص بال بالجامعه وتلاميذ كان بعدهم بيتفاجئوا أه بس انا لوحدي اكتشفت انه النجوم عندهم الوان أه وهلا بتضحك يعني انه هذا الشيء بديه نعم أه واكتشفت انه بس نقول في شوتنج ستار انا كنت صراحه فكر انه النجمه عم توقع بالسما بس هو اكيد لا هو غبار عم بفوت بالغلاف الجوي وهيدي أه امور ما ما درسناها بالمدرسه منا منا بالمنهاج اللبناني بالتقدير لا بالتقديري. وانا بوقت الحرب كنت عم اتعلم بلبنان يعني صحيح. بهال بهالاوقات مع اصدقائي اللي هن كانوا يحبوا الاسترونومي ونحكي عن الكون وفلسفه الكون ومن وين جينا ولا وين رايحين آه بقى هيك مثل كليك قلت انا عرفت حالي حاعمل استرونومي بوقتها فكرت حالي بدي اعمل الكوسمولوجي اللي هو هيدا الكاتيجوري بهالعلم بها يلي هو دراسه الكون وكيف خلق ولوين رايح وفي آه. الاختصاص بلبنان بال... آه. على صعيد جامعي خليني افكر لا صعيد جامعي ككوسمولوجي لا ما بدي اظلم حدا تشوف اذا حدا كوسمولوجي بلبنان آه. كلبنانيه آه. ما بعتقد في كوسمولوجيست بير او لان م. انا ماني منتبه على حدا م. اكيد مش بلبنان آه. بس اللبنانيه كعدد آه. علماء عم نكتر وفي اشخاص آه وصلت لمحلات كثير مرموقه آه برات لبنان ومنهم رجعوا على لبنان ومنهم فلوا ان شاء الله يبقوا <applause> بهالظروف يبقو. الصعبه هلا بابحاثك طبعا عملتي ابحاث قبل ما أه خلال الدكتوراه قبل مم. ما تنضمي للاليو صح. آه وفي ابحاث وصلتي فيها للنازا كمان فهيدي امور كثير بهمنا نعرف عنها اكثر بالتفاصيل مم. فوين بتحبي تبلشي باي ابحاث بتحسيها مم. من اهم الابحاث يلي بتعبر عن مسيرتك الأكاديمية؟ أوكي هلا بكل مرحلة في في شيء بنظري أنا بالعالم كنت عم بشتغل عليه رائع يعني أنا كان يحطني بمحلات حس حالي عم طير يعني ما كأني شغف. عن جد عندي شغف, شغف عندي شغف كتير كبير بهالمجال <applause> <بي> <applause> العلمي النادر وبدك آه، شغف تكون عم تشتغل هيك نوع شغل تكون بعيد عن كل شيء بحياتك يعني بدك م. تشتغل أسترونومي بدك تبعد عن الحياة اليومية بطبيعة بيطب يومك يعني آه، بقى حكي عن موضوع بشكل صغير هو قديم كتير أنا عم بعمل بي اتش دي تيزس بس لأنه حاليا نوبل برايز انعطى لثلاث أشخاص وبيناتهم شخص اللي هو كان التيم ليد أو رئيس المجموعة الريسيرش البحث اللي عم يشتغل عليه <applause> وشاركت معه بالابحاث وقتها هذا فخر كثير مهم آه هيدا هيدا بحس حالي كثير محظوظه وشي كثير بنبسط فيه هلا لو ما في نوبل برايز يعني انا بس فكر بهاللحظه هي نحن على عم نطلع عم نكتشف شو شو عم نشوف آه لحظه بتضلها من اروع اللحظات صحيح آه هو بس دا أذكر اسمه الشخص اللي, اللي اخذ نوبل برايز اللي انا اشتغلت معه هو راينهارد غانزل الماني بس الجائزة انعطت لشخصين اخرين أندريا غيز آه وومن وبن روز على كل أحوال ما فوت بكثير تفاصيل هونيك انا الشغلة بالوقت البي اتش دي كنا عم نطلع على المجره تبعنا الملكي واي <applause> يلي عم نحاول نشوف بالنص بالضبط في ثقب اسود بلاك هول وعم نحاول نفهم هل عن جد في ثقب اسود او لا يعني كان هذا الشيء بعد منه مكتشف صحيح <applause> والشغل بلش قبل ما انا التحق بالتيم يعني باكثر من 10 سنين عم نطلع هذا بالمانيا كان بالمانيا صح نعم. طلع عم نشوف كيف هنجوم عم تبرم يعني قدروا يطوروا التيم اشتغلت معه كاميرا خصوصي آه وبعدين تطورت ل نحط على تلسكوب اكبر نيو كاميرا تقدر تخولنا نشوف هالنجوم كيف عم بتدور طيب لو ما هالنجوم عم تدور كثير بسرعه نحن قادرين بالعمر اللي عندنا اياه اللي هن 20 سنه 10 سنين نلحقها ونشوف وين صارت ما كنا نقدر نعمل هيك ريسيرش هيك بحث بس اللي صار انه في نجمه كانت عند الاوربت تبعها البييريد تبعها 15 سنه يعني بين 15 و 16 سنه المدار تبعها المدار تبعه يعني يعني. يلي هو الليبتيكال اوربت آه على كل الأحوال عم آه شفتها عم تبنم من سنه لسنه ومن بعدين شهر لشهر <applause> سرعت وبرمت وانا لاحظتها على الجبل ما بقدر اتذكر ما بقدر انسى جبل وين يعني كنا بتشيلي بلاسيا اه والتلسكوب كان هونيك في في سبب لهالمنطقه الجغرافيه بالتحديد صح ايه لانه التيم الالمانيه كانوا ب مع اليوروبيان ساوثن اوبزرفتوري مع مجموعه كبيره من البلدان الاوروبيه م. قدروا يعملوا مرصاد بتشيلي وصار في مرصاد بمحل تاني بتشيلي بقى مشان هيك نحن كنا مع هالفريق، الفريق الامريكاني كان بهاواي. اوكي. اوكي بقى هونيك الجبل عالي والطقس صافي فبيساعدوا المراصيد، ايه تعملوا بس ليه هالامور مهمه تلحقوا نجوم يعني ولوين بدكم توصلوا؟ وشو؟ هلا نحن ليه عم نلحق هول النجوم؟ لانه مش لانه غير نجوم ما منلحق بهالشكل هاي بس هولي النجوم يلي هن بصلب المجره تبعنا آه، عم بخلونا نعرف شو في بالنص يعني نحن بدنا نشوف اذا في ثقب اسود وثقب اسود هو مجال آه ما بعرف اذا بدك تفوت بتفاصيله إيه آه، بس منا محتي... مش هذا اللي عملت عليه ابحاثك يعني هيدا عملت عليه أبحاث بالبي اتش دي صح بالبي اتش دي عم نطلع عن نجوم تنشوف شو في بالنص على شو عم بدوروا وبس قدرنا نشوف البرم اللي عملوها يعني وصلت لمحل النجمة عم نقول إذا النجمة رح ترجع تكفي طريقة بلا ما تكوع كتير يعني ما في شيء مهم جوا ما في هيدا الوزن الضخم بس نحن شفناها وبرمت وبس برمت بهاللحظة هاي عرفنا أنه في جوا بنص المجرة تبعنا ثقب أسود بياسوا 4 ملايين مرة وزن الشمس 4 مليون تايمز 4 <applause> كان هيدا اول مره بنكتشف شيء من هالنوع نحن <متحدث> عم ننبش عليه يعني بس كان هيدا كان عندكم الفرضيه يعني بالنسبه له صح صح يكون وت... في تطور يعني للتلسكوبس وللكاميراز تا ينعمل هيك ريسيرش لانه بدنا نشوف شو في والسؤال هو بدنا نبرهن انه في بلاك هول سوبر <متحدث> <applause> بلاك هول من الوزن الثقيل يعني آه بقى هيدا كان أول مرة ممكن نحط إيدنا يعني على صلب الموضوع إنه صح هون في آه في بلاك هول آه وهيدا اللحظة بعدها من أنواع اللحظات وهالمرحلة المرحلة كلها يعني آه وهيدي ترجمت بأبحاث وبمؤتمرات وأشياء كانت مهمة لإلكم أكيد بين سفرات للأوبزرفيشنز بين آه آه كولابوريشنز مع عدة فرق عمل وفي كان كومبتيشن كتير قوية في اكثر من فريق مع الامريكان وهلا النوبل برايز طلعوا لشخصين للتيم يعني للالمان وال والباحثة الأمريكية والباحث الألماني وقتها كنتي طالبي كنتي كنت طالبة ولا كنت أوريدي كانت بي دي كنت طالبة يعني دكتوراه يعني هي كانت أطروحتك كانت أطروحتي كانت من جزء من, جزء من هيدا من أنا اشتغلت على أشياء شخصيا شوي مختلفين هذا كان ضمن الشي اللي عم بعمله بنفس الوقت كمان على البلاك هول عم بتطلع على ديتيلز ما بعرفش تفاصيل <applause> اكثر لهيدا الـ نعم. بس بعدين اخذتي منحه ثاني وصار عندك اهتمام خاص بعطارد ميركوري بعطارد صح وهو كثير قليل الواحد صراحه مش انه عملت بلان او شيء هو هو الحظ بيصير وانا حيث الشخصية فاتت بالموضوع لأنه رجعت على لبنان مم. بعد البي اتش دي لأنه كنت كثير متعلقة بلبنان وما قادرة اقعد برا برات لبنان مع انه كان فيني ضل بالمانيا وكفي ريسيرش هونيك آه وعلقت حرب تموز و والوضع حسيته منه مختلف كثير وكان في عندي فرصة انه آه سافر على امريكا وهونيك بال بالشي اللي اللي اللي, اللي نوجد من عم نبش عدة أنواع أبحاث مو شو معقول أقدر أعمل وأكيد في عندي فرصة أشتغل على ناسا بروجكت ما كنت رح أقول لا لو شو ما كان أكيد. أه بس أشتغل على بروجكت مثل هيدا نوعية الشغل كتير مختلفة يعني أنا صحيح وقتها كنت اشتغلت على البي اتش على البلاك هوب الجالكسي كان من أهم المواضيع وبعده موضوع كتير مهم آه بس بس الشغل على ناسا ميشن عم نعمل سبيس استرونومي يعني في آه تلسكوب انبعت على عطارد ونبعت من سنين ولح يوصل وناطرينه وبدنا نعرف آه نعمل بلانينج شو بدنا شو بدنا نشوف عطارد شو بدنا آه نقرر بدنا نقرر قبل بوقت عشو بدنا نتطلع وكيف حنتطلع وقديه وقت نحن شو بدنا نكتشف هونيك وطبيعة الشغل كتير مختلفة في عندك بوليتكس في السياسة يعني في عندك 11 تيم وكل تيم بدها تبرهن أنه نحنا اللي بدنا نعمله أهم بقى نحنا بدنا ناخد الأولوية على التلسكوب بدنا الوقت هيدا يكون لألنا مخصص مش لقلكم الكاميرا تبعنا مش تبعكم آه ونوعية الداتا مختلفة وال والعلم الفيزيكس كتير مختلف يعني, يعني بقدر أقول... في كلفة كمان بده ميزانية هائلة كل هالمعدات وهالاسفار و هو الميزانيه يعني ضخمه وبتتخطى دائما بيتخطوا يعني تكون 300 مليون دولار بعدين مين بيتكفل فيها هيك ميزانيه؟ ناسا يعني الدوله الامريكيه يعني التاكسات يعني الضرايب الضرايب تبع العالم مشان هيك دائما ال الواحد هو عم يشتغل بهيدا بهيك نوع عمل بده يكون في وعي يعني م. بس تكون برات لبنان وعندك هيك نوع عمل انت بتكون عم تعمل سيرفيس للشعب خدمه صح يعني دائما في هذا بيذكروك فيه انه يعني انت عم تخدم الشعب انت عم, عم تاخذ اموال الشعب بدك تتصرف فيهم بشكل كثير اونست انا سوري على الكلمه في العالمية. ولا همك في شفافيه وفي في شفافيه وما فيك تتصرف كيف ما كان يعني الواحد بدو يعرف إن الواحد بده يعرف انه هو اللي عم يستعمله عم بيحط من 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 هالاموال بشكل كتير صح في مسؤوليه فيه طبعا في مسؤوليه طبعا اجتماعيه وكيف وصلتي ل جائزه اللي هي الكريتيان جرانت اوورد اللي بتعطيها الامريكان استرونوميكال سوسايتي اي اي اس خبرينا شوي بهمنا نعرف آه الجوائز اللي حصلتي عليها هيدي غير قصه هيدي انا بلبنان يعني انا بعد ما تركت امريكا بال 2011 ورجعت على لبنان كمان قصه بالحظ م. استروبيا كيف رجعت على لبنان <applause> عفوا ورجعت على الايو انتبهت انه عمل الاسترونومي الارثوفيزكس من لبنان منه سهل خصوصا بمحل عم انا عم بلش نميه يعني انا كنت اول شخص بالايو اي عامل استروفيزكس عم بلش من من الصفر <applause> آه لحتى كنا تحت الصفر يعني ما كان في فيزكس بروجرام <applause> بعدين طورنا فيزكس بروجرام يلي يعني هلا بعده بروجرام بلش له سنتين وشوي استرونومي بلشت بكورس بلشنا بالاسترونومي كلوب نعمل كتير ايفنتس اي نوع ايفنت يعني شو ممكن تعملوا؟ هيك يعني نعمل ايفنتس على الجبل مع الطلاب مع الطلاب واللي صار انه صار في حركه حلوه كثير بلبنان من ست سنين تقريبا صار في اصلا بالأيوب اي يو فيه في في بروجرام وصار في اي يو بي صار في نشاط بين تلاميذ وجمعوا بعض نطلع اعداد كبيره وهلا بلبنان في كثير نشاطات بعلم الفلك او الاسترونومي آه من عدة أنواع يعني يا بالتلسكوب اوبزرفيشنز <applause> في كثير صاروا بروفيشنال استروفوتوغرافرز يلي يعني هن بياخذوا صور عن جد رائعة لبنانيين صح عزيزين. من لبنان هذا شيء وصورهم مرات آه يعني بتبين آه. هلا في إذا إيه بتحبي طالما م. عم تحكي عن أشياء محددة شو رأيك إن في نعرض الصور صاروا جاهزين اه هلا خبرينا هني وعم عم بيقطعوا رح ارجع على ميركوري وبعدين بنرجع على الفيتيان فيلوشيب آه بقى ميركوري آه هي العطارد اللي هي الكوكب اقرب شيء على الشمس <applause> آه ونحن بنشوفه بالعين المجرده يعني هيدي الصوره <applause> مبين فيها ميركوري مطرح ما مبين الايرور الفلاش وفوق في كوكب الزهره فينس اوكي <applause> وهيدا عم حطته اذا فينا نمهل بالصور بس <applause> آم نرجع لورا اعملوا معروف مرسي <applause> بقى عم بحط هالصورة تنقول انه ميركوري بتبين منا منا كوكب يعني ما قادرين نشوفه بالعين المجردة وفي حالة واحد منا بيعرف ايمتى بدنا نشوفها يقدر يطلع ويشوف هيك فينا نشوف السماء بليلة صافية وبتبين دغري يا بعد ما الشمس او قبل ما تطلع الشمس مش حسب الفترة يعني بقى الثاني شيء بدي الواحد ينتبه له انه لانه بيشتغل على ميركوري يعني بس ما نطلع فيها بالتلسكوب بالمرصاد مضطرين نشوفها بالنهار يعني انا مم. اول مره كنت عم شغل على ميركوري ما عم اشتغل بالليل بقيت الشغل تطلع نجوم عم تسهر مم. بالليل وتنام الصبح بقى ميركوري لا الوقت عكس صح آه بقى هي آه البلانت الكوكب بس مثل ما شفنا بالصوره بتشبه كتير القمر يعني مبين انه ما فيها غلاف جوي مم. وعلى على السرفس تبعولها في كتير مم. كريترز فجوات فجوات يعني يعني. صح يلي هن اختلقوا مثل ما عالقمر من كويكبات كوميتس مم. او استرويدز نيازك واجوا وعملوا فجوات على الارض وانا بيناتهم سميت فجوه على اسم جبران خليل جبران سميتيها <applause> <applause> جبران سميتها جبران صح عظيم أم بقى هيدي هي هون بالصوره صح بقى بس نشوف عطارد بنشوف انه ما عندها غلاف جوي بس انا اللي عم يلي بشتغل يلي بيعني شو لكم او لشخص ما بيعرف لما نقول ما في غلاف جوي يعني يلي شو تداعياتها عده اشياء بيناتهم مثلا بيناتهم مثلا شو حيصير فيها هيدا السيرفس هيدا الارض على ميركوري حتكون عندها عده تاثير مختلف عن غير كواكب مثلا يعني انا حتوقع وحتعمل فجوات كثيره بينما على الارض نحن الغلاف الجوي بيحمينا بيحق... اه اوكي آه, الحياة بيرد عنا 100% الحياة نتوقع أنه ممكن تنوجد بمحل فيه غلاف جوي أكثر من محل ما فيه غلاف جوي لأنه تعملنا حرارة بعطارد بي... إذا بدنا ننبش على الحياة ما بننبش على, ما على عطارد بننبش على المريخ مثلا م. أو غير أماكن كمان أماكن فيها مي بس شو آه. اللي بيميزه يعني... عطارد عن غيره؟ غير كل للشمس مش بس كل كوكب كل شقفة من السولار سيستم عنا فيها إلها أهمية كل ما هم. نطلع على شيء بدنا نفهم شيء معين شيء ما بنكون عارفينه أم بقى بيعطارد أنا اللي عم بشتغل عليه شيء كتير محدد يلي هو بنسميه اكسوسفير يلي هو آخر اخر لاير <l virgin¡> غلاف من الغلاف الجوي يلي يلي عطارد ما عنده الا هيدا هذا الغلاف يلي هو كأنه بس اذا اذا قادر توقف على سطح عطارد ما بتحس في هواء يعني كانه فاكيوم على فاكيوم على الاخير بس فعليا في كتير بارتيكلز جزيئيات جزيئيات اتومات يعني جزيئيات عم تتطاير يا انه عم تجي من الشمس أو من المنطقة اللي حوالين الكواكب غبار غبار فيها تكون غبار وعم يجوا عم, يجو عم يقعوا على السيرفس تبع الكوكب يا يعني إنه بدها تنط أو بدها تمتصها الأرض ونحن اللي بهمنا نفهم شو عم بيصير بهيدا الأكسس في اللي صراحة ما بعرف شو هي بالعربي بس هو بس آخر لاير بالغلاف الجوي بنفهم إذا ممكن نرجع نحط صورة يلي نحطت قبل بين عطارد مع شو مع شو في من حوله يعني اللي عم نفهمه هاي. لا كانت قبل وقتها كانت انحطت قبل وقلت قلت هيدا عم مرسي بقى هيدي الصورة عم تفرجي انه الكوكب هيدا شو عم بيصير فيه يعني في كتير آه، فيزكس عم بينحصل عم آه، عم بيحصل ونحن عم نحاول نفهمه بين ضوء الشمس اللي عم بيجي على الكوكب وشو عم بيعمل فيه آه وشو في على شو هي السيرفس من شو مكونه هل عم نلاقي اشياء بنشوفها على الارض آه او في اختلاف وكيف هالاختلاف عم بيكون قديه آه في حديد او معادن بميركوري آه وشكر. يعني في زي زي جيولوجيا في جيولوجيا بالدق صح طيب قبل بس ما يهمنا الوقت حابب اعرف منك هالجائزه اللي حصلت عليها الكريتيان جراند اوورد أو آه اذا بتخبرينا كيف وصلتي لها وشو شو هي الهدف تبعها يعني لإلك شو الابحاث أزا... اللي بدك تركزي عليها فيها طيب <تصفيق> <تصفيق> آه كم كان بدي كان الصوره اللي بعدها بس تقول انه طيب انا اشتغل شغل على ميركوري اذا في مجال يلا اكيد اكيد Uh, انت عم تخبريني هلا صح يعني انا شغلي بالتحديد mm -hmm. كان مقارنه بين الاوبزرفيشنز يلي عم تنعمل من السبيس تلسكوب يعني mm -hmm. المرصاد يلي طاير يلي هو برم حول البلانيت حدد mm -hmm. برميت ثلاث سنين ضلوا عم يبرم وانا شو عم شوف من الارض عم mm -hmm. نجمع هيدا الصور مع بعضهم يلي بعدها الصوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها آه هون في آه مرصدين على الارض باريزونا وبتكساس كنت روح عليهم الصوره اللي بعدها عملوا معروف آه وهونيك كنا نطلع آه على على عطارد ونعمل comparison. نفس الوقت نعمل ديزاين انه هو التلسكوب طاير حول البلانيت عم بيطلع بمكان محدد نحن شو عم نقدر نشوف من الارض على نفس المحل وهيدا مم. كانت الشيء اللي كثير متميز او مم. مختلف مم. بهيدا النوع الريسيرش اللي عملته آه بس جيت على لبنان آه كان في صعوبه انه انا اقدر اسافر لهونيك يمكن تمويل محل آه محل ثاني آه الاولويات مش للبنان بس انه كنت قادره ألاقي محل يعني ورحت نلقى الأيو قدرت ال عملت لي سبورت انه اروح مره واعمل اوبزرفيشنز بس كان مضطره انه غير نوع الاوبزرفيشنز بتكون ضمن الامكانيات صح صح اللي هون انتقلت على اشتغل على روبوتيك سيرفيز يعني هون الاسترونومي روبوتيك اللي هي بتستعمل تلسكوبات لوحدهم عم يعملوا لكل السما وساعتها الداتا بتوصلنا وقادرين نطلع فيها من وين ما كان ومن خلال كولابوريشنز مع جامعه كالتك بامريكا بامريكا صح بكاليفورنيا بقى قدرت اشتغل على تيم على تلسكوب عم بيطلع على عده مواضيع وانا بكون عم اشتغل على السولار سيستم بقى فتت ب ب بستدي على الكوميتس اللي هن, <مت> <مت> هن... النيازك صح او هيدا تركيزك الحالي يعني هيدا تركيز الحالي وبعدنا كمان عم اشتغل على عطارد هلا في ميشن جديده اوروبيه رايحه صوب عطارد وبتوصل تبرم حولو سنة الجاي بعد خمس سنين بترجع بتوصل وبتضلها لح الاسم مين الاسم <applause> القادم اللي حتسمي اذا لقيت شي نايزك او لقيت شي حنوصل لوقتها شو كنا عندنا اهتمام نعرف رح تسميه على اسم مين يعني شيء لا. لبناني هلا. يمكن هلا هيك. هو ال ولا ع اسمك ليش لا؟ لا لا مش على اسمك ما في مجال لا, لا يعني. هو لا اكيد ما في مجال <applause> بس كل مره بيكون في تسميه بكون في نومونكلاتور معينه او سيستم معين مضطرين نتبعه. يعني طبعًا. بالنسبه لميركوري الجوف الفجوات او الكريترز مفروض يكونوا تابعين اسماء اشخاص مشهورين يمكن مشهورين ومتابعين وما عملوا سياسه وانا جبران اثر فيي كثير اكيد اكيد انا من يعني انا وصغيره صح ايقوني من لبنان 100% بالمئة آه بقى بالكريتيان فيلوشيب هي يعني انا حصلت عليها من وراء شغلي مع كالتك نعم آه وهي جائزة بتنعطى لمين ما كان عالمية وكل سنة بيعطوها لشخص واحد آه وكان في كومبيتيشن يعني وقدمت مع كم شخص تقريبا؟ كم عالم وعالمة؟ آه كم واحد قدم, قدم. ما بعرف صراحة آه. طب عظيم لكن هلا حاليا عم تشتغلي ضمن اطار هال هلا هل هالهبه يعني ما هيك؟ هل هلا هيدي الهبه خلصت من 2016 انا استعملتها امم و واشتغلت والبيبر ات واز اكسبتد يعني انقبل انقبل بحثك انقبل بعد عظيم ما عظيم فاذا تطورت هيدي اول مرحله المرحله الثانيه ان شاء الله بتتطور عظيم مم. عظيم لكن لك الف مبروك اكيد و... شكرا. وبشكرك على هالمعلومات القيمه وطبعا بتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك البحثيه اللي كثير مهمه للبنان ولا... شكرا. وان شاء الله نوبل برايز بيكون <applause> من الاشياء يلي من احلامك اللي ممكن تحصل عليها شكرا. ومعك دكتوره نالي معود ننهي حلقتنا لليوم موعدنا معكم بحلقه جديده وباحثه جديده